تصدقوا كويس اني توعتكم ونزلنا العشاء، بس واضح ان ما حشهمش عن الملكيه غير الشديد القوي. ادينا كسبناكي. انا اللي كسبت قعدتي معاكم ومعرفتي بيكي اكتر. طبعا هما اللي جايين كانوا اصدقائك؟ تعرفوا مين يا عزيز؟ جابي ومارتا، فاكرهم؟ يا صوفيا، انتوا لسه اصحاب لحد دلوقتي؟ اصحاب زمان دول ما يتعوضوش ابدا. انتوا تعرفوا بعض من قد ايه؟ من واحنا عيال صغيرين. طبعا انا جوه دماغي لسه عيال صغيره، بس بيقولوا ان انا كبرت. مع اني كنت دايما عايزه تكبري قبل اوانك. كانت تقول لي ناس عندها 18 سنه وهي 14 بس. اكتر حاجه بحن لها من ايام زمان هي عيشتي في بيت ابويا. هو نفس البيت اللي انا عايشه فيه، بس زمان كان احلى وادفى كتير. كانت دايما تحب تعمل في الناس مقالب، تتكلم تلياني وتعمل نفسها ما بتفهمش عربي عشان تقعد في وسطهم وتسمع بيقولوا ايه، وهي ايما تقول لهم افوتكم انا بعافيه بقى. فاكر لما كنا نطلع من المدرسه وناخد الشله ونروح المحل، نقعد ناكل ونشرب براحتنا، وفي اخر السنه لقينا بابا عمل لنا فاتوره قد كده خلينا نشتغل الصيف كله معاه عشان ندفع. عزيز بقى دبسنا في الاطباق وفي التقديم، وهو اتبرع انه يقف عند الفرن طبعا عشان ياخد نصيبه من اللي بيطلع منه. وفاكر لما كبرنا شويه وكنا بنروح من وراهم شط جميل، ماركو اخويا كان بيحب واحده وعايز يتقدم لها على الشط بالليل، وكان عايزنا نساعده، طب علينا خفر السواحل وكرشونا. كانت ايام الواحد عمره ما كان يتخيل ان قلبه ده ممكن يعجز ابدا.